حاصم متظاهرون عراقيون على إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد تنديدا بما قالوا إنه إساءة عضو في الحزب إلى المرجعية الدينية الشيعية. وبحسب مصدر أمني عراقي، تم اقتحام مقر الحزب الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه، لتتدخل القوات الأمنية لاحقا لإخماد النيران. كذلك أحرق المتظاهرون صوراً لقادة سياسيين أكراد يمثلون الحزب رفضاً لتغريدة الأكاديمي الكردي نايف كردستاني الذي أساء فيها للمرجعية الدينية في النجف والمرجع الديني الشيعي علي السيستاني على حد قولهم. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني نفى في بيان رسمي أن يكون نايف كردستاني ضمن أعضائه في الحزب، وجاء في تغريدة نايف أنه يدعم المرجعية العربية مقابل المرجعيات الأخرى، ليتراجع لاحقا عن تغريدته قائلا إنه كان يقصد دعم مقتدى الصدر في الخلافات التي تشهدها العملية السياسية العراقية حاليا مقابل أتباع المرجعيات الأخرى غير العراقية. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام على إخفاق البرلمان العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب مقاطعة نواب كثر للجلسة مما أفقدها النصاب القانوني، وعليه لا تزال حال الانسداد السياسي في البلاد مستمرة بعد 6 أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية.